كنت عم تحكي عن الفوائد بالعالم بالصفر وصفر فاصلة سبعة بألمانيا فترة كانت ناقص في فترة بألمانيا كانت ناقص بك تدفع مصاري بعدها حتى هلا فرنسا وأمريكا بكذا عندما تودع المصارف التجارية أموالها في البنوك المركزية تدفع عليها فائدة اسمها الفائدة السلبية لحتى تحفظ لك مصرياتك. هيدا على سنوات النهاك مش على سنوات. ليش؟ في سببين منها. انه انا انت كبنك عليك ان توظف اموالك في الاقتصاد. منشان هيك اني بتقدمين. ما بدي تحطن عندي. ما بدي تحطن عندي بفائدة. انتبه شو صار بال... بس هيدا انا بوديني على قصة انه هذا الحديث عن توزيع الخسائر. بسهولة في واحد يرجع لاقتطاعات على الحسابات الكبيرة وانتو ما نكون خسرانين لا انتو اللي ربحتوه على فترة من الزمن هو ربح استثنائي صحيح وظروفه مشبوهة. انا اقول لك فرحت موضوع كتير مهم اسلم حتى بهذا السؤال. فوائد الدين العام من سنة 1993 لسنة 2003 سواء بالعملة اللبنانية او بالعملة الاجنبية كانت معفاة اعفاء تامة ما فيش ضريبة أبدا. إجا البنك الدولي وفي تقرير يمكن عندي أنا عطوني وزير المالية عطاني لي تسدي هودي شو طرح عليهم ممكن تفرض ضريبة على الفوائد لسببين. أول شيء إنه هو عم يربحه مفروض تأخذوا منهم. تاني شيء أنتوا تحابون الاقتصاد الرائع على حساب الاقتصاد المنتج. عم تحطوا ضرائب على هوليك وهم بتحطوا على انفو. كيف هالشركة هالمحل هالمؤسسة هالدكانة الموظف أنتوا عم تدفعوا عليه عم تدفعوا ضريبة. أنتم تعاقبون الاقتصاد المنتج وتراعون الاقتصاد الكاسل. هيدي الكسب بدون عمل. لك هذه من أيام ولك الكواكب يحكي عنها. كواكب يحكي عن الكسب غير بغير عمل هو كسب غير مشروع. وقت عم يفسر قصة انه الكسب بالفائدة شو اسمه رئيس متيران متيران حكي انه هاي شو بتاخذوا انتو فوائد على رؤوس اموالكم هذا كسب بدون عمل كسب حتى بالنظام هذا كسب بدون عمل. منشان هيك انتو كنتوا عم تاخذوا فوائد بدون ضرب. اجوا بال 2003 بناء على نصيحة البنك الدولي حطوا فائدة 5% بالحين انت كشركة اموال كشركة تجارية بتدفع 17% كانت 15 رفعوها ل 17 طيب انت كفرد بتدفع لل 21% كموظف بتدفع من الاربعة لل 21% يا اخي هذا النايم ببيته وحاطط مصرياته بالبنك المركزي وسندات خزينة يكسب بدون عمل اذا كسب غير مشروع صح. فانت ما دفعت ضرائب جيت سنه 2005 دفعت 5% بعدين بال 2004 وزير احد وزراء الماليه عمل قرار قال لهم للبنوك ولغير البنوك انتم بتاخذوا الفائده تاخذوا الضريبه على هذه الفوائد وبترجعوا بتلغوها بقيد محاسبة ما بتقبضوها. شوف البراعة. هي مش سنيورة بوقتها؟ بلا بلا أم لأمتى نستمر هذا الموضوع؟ لل 17 استمر هذا الموضوع 2017 معفيين بقرار من الوزير بال 2014 إجا الوزير علي حسن خالد كمان عمل نفس الشيء عمل قرار جديد جدد فيه قرار الوزير السابق فؤاد الصنورة وقال لهم سندات اليورو بوند ما بتاخذوا منها ضريبة خلافا للآن استمر هذا لسنة 2000 ليش هذا كاستيون ريتوريك شو ايش عملوا بموازنة 2019 حطوا نص تعفى او تفرض تخضع عم نضرب على الطاولة هذا بيطلع بس بالميكرو المادي 51 من قانون موازنة 2003 يمكن شو اجوا قالوا اللي فرض عليها 5% اجوا عدلوها وقالوا تخضع للضريبة 7% ايرادات وفوائد سندات الخزينة بالعملة اللبنانية. انا عم بقرا النص ما
معقول حدا من الوزير غاشه؟ شو بالأمن اللبناني؟ يعني سندين بالأمن الأجنبية أصبحت معفاة؟ ما هو النص بالأساس كان يقول قبل ما يعدلوه بقرار فوائد سندات، فوائد وإيرادات وعائدات سندات الخزينة اللبنانية كلها. يعني في إنه اتصلت أنا بأحد النواب بأحد الوزراء كانوا عم بيناقشوا الوزير، قلت له هيك هيك هيك، ما يكون الوزير غشوه؟ حدا دسل له إياها من 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 مستشارين؟ قال لي لا يا أستاذ أمين، نحن سألناه فيها، قال هيدي من شان نشجع أن يظلوا يكتبوا بسندات الخزينة. قلت له ليش أنتوا بقى تظل كنت تدينوا وتدفعوا فوائد؟ قال والله معك حق، خلينا نطرحها مرة ثانية، بدنا نشجعهم يكتبوا أسئلة. رجعوا طرحوها مرة ثانية وأصر عليها الوزير وأقروها في مجلس النواب إعفاء فوائد سندات الخزينة باليورو بون من الضريبة. أنت تدفع وأنا بدفع، وعلى أنية المي بندفع، واللي حامل سندات وفوائد ما بيدفع. هو تعالي حسن خليل كمان. هذي شو اسمه؟ ما انا هون بصير الظلم بصير هيك واحد يختم هالشيء. بدنا نحكي بعد كلمه سريعه بموضوع الكهرباء. بنحكي كثير عن الحريريه، يعني هذا الاجراءات بدايتها كانت مع رفيق الحريري بهيك بجموحها، ولكن ببطل في شيء اسمه حريريه وقتها برفيق الحريري ومن دون رفيق الحريري كله بيتصرف نفس الشيء. كل السياسات المالية والنقدية اللي بيحملوا وزراء لرفيق الحريري ايه مظبوط، هو من ابتدع كل هالاشي، وهو قال له للبلد نحن بدنا نعمله مثل كان، وبدنا نعمله مثل سويسرا، ومركز للمال العام، ومركز خدمات مالية، والسلام آتي، و و و ما زبطت. كل من تولى الحكم توافق مع رفيق الحريري على هذه السياسة، كل بدون استثناء. ثم بعد اغتيال الرئيس الحريري استلموا الحكم، شيء عظيم، كان ابنه ولا غيره. طيب هول تبعوا نفس السياسات المالية والنقدية، الوزراء الذين أتوا من خارج تيار رفيق الحريري شو غيروا بالمالية العامة؟ ليش؟ ماشي. كانوا أسوأ. أسوأ ضربة، لأنه كانوا أسوأ في قلة معرفة كمان. معنى ذلك أنه هذا النموذج السياسي الاقتصادي التحاصصي في البلد القائم على النهب والمستمر وتعظيم الأرباح بطريقة غير شرعية، وهو زيته هو زيته. ليش نحمل رفيق الحريري وكلهم كانوا متوافقين شراكة؟ كلهم مين مظالوا على السوليدار بمجلس النواب؟ مين اللي وافق على الموازنات الاثنى عشرية؟ مين هلأ عم بيقر الموازنة تحت؟ الله يرحمه رفيق الحريري ميت وابنه مشو. أنا بدي أحكي الأمور بكل صراحة، ليش عم بتوافقوا على هذه الموازنة؟ انتوا سميتوا حكومة بطراء، وهذه شو موازنة شو؟ هي الشبهة مجرد وصولها لمجلس نواب بالطريقة بمجرد كيف عم بتوافقوا عليها؟ مين انتوا؟ معلش خلي اسمحوا لي انا بدي اقولها بكل صراحة ومن عندها، ما تاخذونا ما تاخذوا الناس بالهيكي بالكلام المعسول وبحرف الانظار عن الازمة. مرة منحرف الانظار انه خلينا نروح توجه شرقة عظيم، ومرة بنقول الحصار الأمريكي علينا، ومرة بتقولوا هوذيك الاحتلال الإيراني، ومرة بتقولوا المقاومة حاكمة بالبلد. أنا بقول لهم كلكم لا تتكلمون الحقيقة، الأموال نهبت في البلد والناس من البلد وأنا بقول لك شو. نعم أمريكا بتعرف، فرنسا بتعرف، صندوق النقد بيعرف، والبنك الدولي بيعرف. هاي الأرقام اللي أنا عم بحكيها بطلع اليو ان دي بي مقرن مكتب تحت، صح، وزارة المال بطلعوها قبل ما نحن نقراها، يعني ما بيعرفوا شو فيه من خبراء، وبيعرفوا ان البلد لوين رايح مفلس ورايح انهيار. هم يعرفون تركينا كما بيقول رب هذا البلد بلدك، في طغيانهم يعمهون. شيء عظيم، انت تعرف انه بيعرف. هلا جيت انت تجي بتقول لي حصار امريكا ما بدها تساعدك، ما بدها تساعدك، ساعد حالك. شو بعد ناقص تقولوا لنا انه اسرائيل ما عم تساعدنا؟ ما هوذي انت خصمك، هوذي عدوك، انت بدك يعني هوذي اللي طردوا شعب 7-8-10 ملايين نسمه من ارضهم انه نيجوا يساعدوك؟ ليه بدهم يساعدوك؟ وانت شو عم تعمل بهالوقت؟ انت شو عم تعمل؟ انت الاموال اللي اخذتها شو عملت فيها؟ يا استجاب على أقل تقدير اليوم ل 31/7 خسائر البنك المركزي 82 مليار دولار.
الفيها موجودة عندي ما بتطلع فيها. طيب 82 مليار دولار وعند الدين عام حوالي 103 مليار دولار، نحن 109 مليارات 190 91 مليار دولار هذا المبين خسائر، كيف بدك تطفيهم؟ مش شايفينك جاي بتقول لهم ساعدوني، شو بده يساعدك البنك الدولي؟ بعطيك مليارين و300 مليون شو؟ اشتروا لك مي؟ يعملوا لك كهرباء؟ يا اخي مش هون المسألة، الحل مش هون، الحل عندك، الحل بدك تشوف اليونان شو عمل، اسلندا شو عملت، ايطاليا شو عملت، الارجنتين شو عملت، هذه الدول كلها سوى اللي عانت، ونشوف نحن شو امكانيات اللي عنا. يعني عنا امكانيات، انا بالنسبه لي يعني دائما بتذكر كمان الله يوجه له الخير الوزير ياسيبا، من اول مقابله عملتها معه حديث مكرر ومكرر، طالما الدلو مبخوش ما في لزوم تنبش كيفك تحط فيه مي.